احنا في البداية لما فكرنا في شرم الشيخ فكرنا فيها من زاوية السياحة. احنا كحاملة ما حبيناش دورنا يبقى مقتصر على بس التوقيعات في الاستبارات لسيادة الفريق، حبينا يبقى دورنا ايجابي اكتر ونشارك في المشاكل او في السلبيات الموجودة عندنا في البلد. فاول حاجة فكرنا فيها هي السياحة، احنا عندنا مشكلة جامدة جدا في السياحة، ففكرنا نعمل ايفنت هنا في شرم الشيخ نقول للناس في الاجانب احنا وي ار سيف ان شرم. فبدانا ناخد الخطوات في ان احنا نشوف الجهات المعنيه والمسؤوله، بدانا بسياده المحافظ، بدانا بسياده مدير الامن، نسقنا معاهم وقلنا لهم احنا حمله كمل جميله كنت رئيسك عايزين نعمل ايفنت لدعم وتنشيط السياحه في شرم الشيخ. تمام، فتمت الموافقه طبعا ورحبوا بينا جامد قوي قوي. ما كانوا متعاونين مع الحمله، متعاونين لاقصى درجه، يعني هم اللي هندلوا كل حاجه كامن كمحافظه كتصريحات كموافقه، هم اللي عملوا كل حاجه، وبل بالعكس دول شاركونا كمان فيها. بالاضافه ان الوزير محافظ وقع بالاضافه طبعا ان هل كان متفق عليه ولا اللواء خالد فوده؟ لا خالص، احنا هو عارف ان احنا حمله كامل جميله كختار رئيسك، هو حد من المؤيدين برضه لسياده بالظبط لحد اخر الحفله. عملنا الحفله الاولانيه في سوهو، كان معانا مطربين فيها، كان معانا سياده اللواء خالد فوده المحافظ، معانا مدير الامن، معنا قيادات من الشرطة، معنا رئيس مجلس المدينة، معنا رجال أعمال شرم الشيخ كلهم، معنا الغريبة بدو سينا، الناس من البدو والمشايخ اتعزموا وقبلوا الدعوة جدا بترحاب وما عندهمش مانع كمان من توقيع على الاستمارات لسيادة الفريق. فالحقيقة الموضوع كان حلو جدا وعمل صدى جامد جدا، وكانت أعداد مهولة صحيح. ما كناش متخيلين كم الناس اللي كانت موجودة بالمنظر ده، والحمد لله نجحت قوي قوي. فإن محافظات الصعيد بما إنك أمينة عام المحافظات متعاونة مع الحملة ولا في جدا 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 كل المحافظات، كل المحافظات حتى اللي قالوا المحافظات دي محافظات إخوانية، كل المحافظات متعاونة بشكل مش طبيعي مع سيادة الفريق من أول الجيزة لحد النوبة، متعاونين بشكل. وسيدات على فكرة عندنا أمناء سيدات في محافظات. نزلتوا الحملة طبعا 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 بورسعيد، بعد كده هنبدأ ننزل الصعيد شوية، هنبدأ نروح، احنا رحنا أسيوط، رحنا سوهاج، هنبدأ لسه عندنا بني سويف والمنيا والأقصر وأسوان والنوبة،
احنا رايحين ان شاء الله الفتره اللي جايه الاقصر واسوان. يعني في جهد مكثف من طبعا طبعا خلال المرحله دي قبل 25 يناير تمام. هنكون لفينا جميع محافظات مصر عشان نلم جميع الاستمارات بتاعتنا الموقعين عليها هناك. حضرتك تقدري تقولي ايه لو للفريق السيسي كرساله؟ انت مواطنه عاديه خالص ومضيتي على استمارة كم الجميلة او كم الجميلة ان انت بتدعم الفريق السيسي، لو هو قال ان انا كفايه عليا ان انا ابقى منصبي وزير الدفاع وما خدش انت وجهه نظرك بطريقه انا رايي او ردي على سياده الفريق ان القرار مش قرارك، قرار شعب مصر. حضرتك لازم تنزل وتقف جنب الشعب المصري وتقف جنب مصر زي ما وقفت جنبنا وجنب مصر الفتره اللي فاتت. لازم هتنزل وتكمل معانا وتوصل بينا لبر الامان، لان كمان سياده الفريق ادرى بالجيش من جوه. هو يقدر يحط لنا مكانه وزير دفاع هو شايفه ان هو حد كويس، يقدر يحط لنا وزير مخابرات هو شايفه كويس، مخابرات حربيه مخابرات عامه، لكن احنا مش شايفين رئيس ينفع لمصر غيره. يعني انت شايفه الحملات اي حد هينزل قدام الفريق السيسي؟ لا لا ما حدش خالص. بغض النظر عن انتماء حضرتك لا 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 ما بص هقول لك على حاجه. انا متخوف من ترشح الفريق احمد شفيق. يترشح فريق احمد شفيق مع انه حد صرح فريق احمد شفيق لو الفريق السيسي نزل انا فريق احمد شفيق حد كويس جدا 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 جدا، ولكن ما ينفعش المرحله دي ابدا. حمدين صباحي حد كويس قوي لكن ما ينفعش صرح وقال لو الفريق السيسي نزل انا قالوا اشاعات اللي هو مراد موافي. ما ينفعش دلوقتي احنا عندنا الفريق سياده الفريق السيسي. طب انت شايفه حضرتك الشائعات اللي يعني بتظهر على الساحه كل ده بيقلص من شعبيه الفريق السيسي ولا ما بتفرقش معانا في اي حاجه على فكره خالص؟ احنا بنسمع اشاعات كتير. الشعب المصري ذكي قوي ووعي قوي واصبح عارف هو عايز ايه، ولما اصبح بيتمسك بحاجه ما بيفرطش فيها نهائي. فاحنا بالنسبه لنا الشائعات تطلع زي ما تطلع، يقولوا زي ما يقولوا، احنا مش فارق معانا الكلام ده كله. هو هدف وهنوصل له ومش هنرجع لو سياده الفريق قاعده على الكرسي. هناك بعض الشخصيات العامه والشخصيات الفنيه شاركت برضه في الحفل ودعمت الفريق عبد الفتاح السيسي، ده كان بمطلب منهم ان هم ينضموا للحفل؟ طبعا احنا في ناس كتيره جدا هم اللي بيتصلوا بينا وحابين ان هم ينضموا. انا هنا في شرم الشيخ رجال الاعمال اللي في شرم الشيخ على سبيل المثال اللي هو محمد الجافي طلب مني انه يكون معايا في الحمله في شرم الشيخ وندعمها انا وهو في شرم الشيخ، واخدوا مني كميه استمارات وهم بيصوروا وبيوزعوا وبنلم كل يوم. كل يوم احنا بنلم استمارات موقعه من المصريين اللي عايشين في شرم الشيخ ومن بدو سينا برضو من المشايخ. احنا الايفنت بتاع امبارح كان معانا فيه مشايخ بدو سينا، اول امبارح كان معانا فيه مشايخ بدو سينا، ودول غير دول. يعني مش الناس دي هي اللي جت تاني يوم، لا المشايخ دول غير المشايخ دول. فاذا كلنا متوحدين على كلمه واحده هي سياده الفريق السيسي. حضرتك رساله توجهيها للشعب المصري بمناسبه الدستور، تحب ايه الرساله اللي انت تقوليها؟ احنا لازم نقول نعم، لازم نقول نعم للدستور اولا، لان في اساتذه افاضل قعدوا وعملوا الدستور ده عشاننا. الدستور ده اخذ وقت محترم كافي ان هو يطلع للشعب المصري. حقنا كمواطنين مصريين نقرا ونقول نعم عشان نكمل خريطه الطريق، وعلشان مش عايزين نرجع ورا. وبعد كده يعني لما البلد تستقر، ان احنا البلد ببنها مفتحه قوي، فلازم ببنها تتقفل علينا زي ما كنا، وسياده الفريق هو اللي هيقفلها، محدش تاني هيعرف يجي يقفل الباب علينا. لازم نقفل الباب علينا، وبعد ما نقفل الباب علينا نشوف مشاكلنا بتاعتنا بقى احنا، محدش من بره يبقى شايفها. حضرتك بما انك شخصيه طبعا معروفه، وعايز اعرف منك هل حصل ان جالك تهديدات من قبل الجماعات طبعاً الارهابيه؟ من قبل الجماعات او بعض الطيارات ومن قبل الاحزاب ماشية مع الفريق السيسي بالظبط. وبس انا ما يعني انا اي دونت كير، يعني اللي عايز يعمل حاجه يعملها، اللي عايز يقول حاجه يقولها، ما حدش بيغير اقدار حد. احنا عشان مصر بنحب مصر، ولو متنا في سبيل مصر انا ما عنديش مانع خالص.
يعني انا حاجه يبقى شرف وفخر لي ان انا مت في سبيل مصر. لكن بالفعل في ناس طبعا 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 واحزاب كمان. مفيش بعد نجاح الحملة هل تتوقع ان الحملة تنشئ حزب سياسي؟ لا 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 احنا مش عايزين حاجة خالص خالص ولا اي نشاط سياسي لينا اطلاقا غير سيادة الفريق يقعد على الكرسي واحنا هنلف ظهرنا ونرجع. احنا مش عايزين خالص اي حاجة ولا احزاب ولا مناصب ولا كراسي ولا الكلام ده كله، لان احنا ملناش في الكلام ده، عندنا شغلنا وعندنا حياتنا. عايزين مصر تقوم عشان نشتغل مش عشان ندخل منصب.